الكوطة المخصصة لهذه المؤسسة العمومية الاستشفائية الخاصة بالتلقيح الموسمي تشرف على الانتهاء، ما يعني أن هناك وعياً صحياً لدى المواطنين. الكمية المخصصة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية القبة العناصر هذا العام الموسم 2024-2025 هي 4000 جرعة. بالنسبة للعيادة متعددة الخدمات خالف عبد العزيز هي 800 جرعة. حملة التلقيح الإنفلونزا الموسمية لموسم 2024-2025 تم استهلاك 750 جرعة في العيادة متعددة الخدمات خالف عبد العزيز، 40% أشخاص مسنين أي من فوق 65 سنة، 60% الفئة العمرية من 35 سنة إلى 65 سنة. التلقيح الموسمي لا يعني عدم الإصابة بالزكام، لكنه يخفف من الأعراض خاصة لدى كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة كبارا أو صغارا. تلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية يحمينا من 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 الخطورة تاع الإنفلونزا، خاطش كاين الناس اللي الإنفلونزا تشكلهم خطورة على الصحة تاعهم، تقدر تروح حتى الوفاة. هاد الناس هما اللي عندهم لي مرضي كرونيك ولي بيرسون فينيراب، الناس اللي عندهم المناعة تاعهم ضعيفة. الفاكسان أونتي غريبا يحميهم من المضاعفات تاع الإنفلونزا الموسمية. كي يدير الفاكسان يقدر يمرض لا غريب، وشنو تجيه الأعراض تجي خفيفة ما تجيش قوية. ديابيت تيب 2 وانا بي سي اون 2016 غريب ما دورش خلاص جو سي با سكو سي دوبي 20 ans لا غريب. يبقى الوعي الصحي بفوائد التلقيح الموسمي ضروريا لتفادي المضاعفات الخطيرة التي يحدثها الزكام والذي يؤدي احيانا الى حد الوفاة.